وفي نشرتنا بعد الفاصل. أعلن حمد سعيد يقول سلمنا كتابا رسميا إلى السودان بشأن تعيين المحاضرين. وزراعة خوزستان تدعو بغداد للتنسيق في مكافحة الأمراض الوبائية. نتنياهو يؤكد أن إسرائيل لا يمكن أن تقبل طلب حماس إنهاء الحرب. وصادق خان يفوز بفترة ثالثة قياسية كعمدة للعاصمة البريطانية لندن. وفيضانات غير مسبوقة تجبر 70,000 شخص في البرازيل على ترك منازلهم.